السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة جميع متابعين صفحة صوت تمارة. الآن سائق يعني سائق سيارة الأجرة الصغيرة بمدينة تمارة. ولد اخرى او ثاني هذه
المدير يا خويا. الله يبارك فيك. إن لله وإنا إليه راجعون. هادو سائقين مهنيين وعائلات والأصدقاء المرحوم. السلام عليكم، نشوفكم في شي لايف اخر ان شاء الله.